على النادي الاهلي. ليه صعبه؟ لان اي خساره نقطه فيها مشكله، لكن احنا عارفين واثقين في ولادنا واثقين في الجهاز جدا جدا جدا، ان شاء الله هيعدوا ويروحوا للنقطه اللي احنا عايزينها، هو التتويج بالبطوله المفضله، بطوله الدوري العام. خلينا نروح لزميلي كريم احمد من استاد التتش ومتابعه لمران فريق كره القدم بالنادي الاهلي. مساء الخير يا كريم. مرحبا بيك، مساء الخير عليك يا كابتن خالد، تحدي ليك ورمضان كريم عليك وعلى كل المشاهدين ومتابعينا من خلال شاشه قناه الاهلي. طمنا، اكيد كل جماهير النادي الاهلي رمضان كريم علينا وعليك وعلى اللاعبين، اكيد عايزين يطمنوا اخبار والاجواء تدريب النادي الاهلي النهارده على ملعب التتش واستعداده للمباراه المهمه لنادي مع نادي سموحه في الدوري يوم السبت القادم. في البدايه طبعا يا كابتن خالد، اجواء رمضانيه بتبقى مختلفه بشكل كبير جدا، وبالتحديد داخل النادي الاهلي سواء الكبيره مدينه نصر الشيخ زايد، لكن لو بالتحديد بنتكلم على مقر النادي الاهلي بالكبيره، الاعضاء عامه بتكون يعني حوالين ملعب مختار التتش بتتابع للتدريبات. مرحله مهمه جدا زي ما انت عارف، تدريبات مكثفه، استعدادات كلها اصرار وجديه، تدريبات فريق النادي الاهلي، تعديل طبعا المران النهارده. المران عامه في رمضان بيكون الساعه 10 مساء، لكن من الواضح النهارده ان كان التدريب الساعه 9:30، بدا بالفعل الساعه 9:30 بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ويمكن اتكلم مع اللعيبه في وسط الملعب كده قبل ما يتكلم معاهم الجهاز الفني لمده 5 دقائق. من الواضح ان كان في رسائل تحفيز بشكل كبير جدا، رسائل اطمئنان مسنده بشكل كبير كعاده مجلس الاداره متمثله في الكابتن محمود وجميع مجلس الاداره للمرحله القادمه، مرحله مهمه جدا لفريق النادي الاهلي. لكن بنتمنى ان شاء الله باذن الله لعيبتنا خلال المرحله القادمه مباراه سموحه لا تقل اهميه عن المباراه الماضيه، كل المباريات مباراه كويسه يا كابتن خالد، لكن اللي بيخلينا نتكلم عن الجديه والاصرار اللي احنا بنشوفه في التدريبات، في تركيز كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، عارفين اهميه المباريات، حلم كبير جدا هو الحفاظ على لقب بطوله الدوري، لان الدوري صعب الموسم ده، مباريات متلاحمه، خروج طبعا البطوله الافريقيه عمل عبء كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي، لكن تدريبات كالعاده الخاندرو بخط الاحمال الجزء البدني المعتاد في التدريب، مستر مارتن لاسارتي كان ليه محاضره فنيه عقب انتهاء محاضره الكابتن بيبو او المحاضره التحفيزيه للكابتن محمود الخطيب، اتكلم فيها طبعا عن النهارده المران هيكون يعني ايه اللي هيتم فيه من جمل تكتيكيه، الجرعه التدريبيه النهارده هتبقى عباره عن ايه، من الواضح ان في جمل تكتيكيه، التمرين لسه شغال طبعا زي وانا بكلمك في هذه اللحظات يا كابتن خالد، يمكن في اللحظه اللي انا بكلمك فيها في تقسيمه بتتعمل من مستر مارتن لاسارتي، اكيد في قراءه لشرايط الفيديو لنادي سموحه، نقاط القوه، نقاط الضعف، كل الامور دي بيشتغل عليها بشكل كبير جدا الجهاز الفني لتطبيقها ان شاء الله في المباراه. كمان مركز بشكل كبير مستر مارتن على التصويب خارج المرمى، الكروسات، غلق المساحات في منتصف الملعب، امر مهم جدا، اهدار الفرص كمان بياكد عليه في كل التدريبات ان يكون في استغلال للفرص، ممكن الفرصه ما تجيش مهيئه بشكل كبير، لكن لابد يكون في تركيز بشكل كبير جدا للمباريات وبالتدريبات بالتحديد، ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره في كل اللاعبين تدريجيا يوم السبت، ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون في فورمه المباريات، وان شاء الله يكونوا 3 نقاط يساعدوا النادي الاهلي في تصدره لجدول الدوري العام. كريم طمنا، اكيد كل جماهير النادي الاهلي عايزين دايما تطمن على الاصابات، حاله الاصابات، المصابين اخبارهم ايه، اللي ممكن يشترك في المباراه القادمه باذن الله من اللاعبين المصابين نجوم من الكبار. يمكن طبعا في اكثر من لاعب كان مصاب، يعني نقدر نقول احمد الشيخ كان عنده نزله برد ما شاركش في التدريبات، لكن من الواضح ان احمد النهارده بياخد جزء من التدريبات، نزله برد اثرت عليه خلال ال 48 ساعه الماضيه، وكان مستاذن من الجهاز الطبي والجهاز الفني ان هو ما يشاركش في التدريبات الجماعيه، لكن شايفينه النهارده في التدريبات البدنيه، اكيد مع استمرار التدريب ممكن تدريب النهارده يستغرق ساعه ونص او ساعتين الا ربع يكون ليه دور في تدريبات الكره. ايضا كمان عمرو جمال بيستمر في التاهيل، عمرو جمال عنده يمكن اصابه في العضله الاماميه ومستمر في البرنامج التاهيلي والطبي الموضوع ليه، بجانب احمد علاء ايضا كمان النهارده بنشوفه بيجري بشكل منفرد، لكن بجانب كل اللاعبين استمرار طبعا سعد سمير وكريم نزل لاصابتهم المطوله، لكن الحمد لله يمكن الاصابات قلت بشكل كبير جدا يا كابتن خالد، يعني نقدر نقول ان احمد علاء الوحيد اللي احنا شايفينه دلوقتي خارج المستطيل الاخضر بيجري منفرد، لكن بشكل عام لعبتنا يمكن فنيا وبدنيا جاهزه ان شاء الله للمواجهه القادمه والمرحله القادمه ان شاء الله بالتحديد، تكون ان شاء الله فتره خير وانتصارات على كل جمهور النادي الاهلي. يا رب يا كريم باذن الله تكون موسم انتصارات وخير على النادي الاهلي، لكن اكيد بصفتك بتتابع يعني مستمر لتدريبات النادي الاهلي ومتابع لفريق النادي الاهلي، اكيد في اختلاف بين التدريبات العاديه وتدريبات رمضان، اكيد في اجواء مختلفه، اكيد شايف حاجه مختلفه جوه ارض الملعب. بالتاكيد يا كابتن خالد، ويمكن كمان قبل ارض الملعب بنشوف اللقطه المعتاده من لعيبه النادي الاهلي ان هي بتصلي هنا في الجامع، يعني يمكن شفنا جونيور، يمكن شفنا اللعيبه كلها متواجده، كل اللعيبه حسين الشحات، صالح جمعه، شريف اكرامي، الكل كان بيصلي كمان في المسجد الخاص بمقر النادي الاهلي بالجزيره، ومباشره بيتوجهوا لارضيه الملعب، قبل المران بيكون بعض اللعيبه متواجده، بيكون في جلسات للعيبه، كمان الشكل العام لاعضاء النادي الاهلي زي ما بقول لك متابعتهم
المستمره والمعتاده. لا، يمكن النادي الاهلي مختلف في تدريباته، بتكون مختلفه في شهر رمضان ان شاء الله باذن الله. يكون شهر رمضان شهر خير علينا وشهر كريم، وباذن الله النادي الاهلي يستعيد سلسله من الانتصارات ويتصدر بطوله الدوري العام ويحافظ عليها ان شاء الله يا كابتن خالد. كريم، اخر سؤال لينا معاك النهارده. الجهاز الفني قرر اغلاق تدريبات الفريق، و قناة الأهلي هي الوحيدة المتواجدة جوه داخل أرض الملعب عشان المباراة اللي جاية مباراة كؤوس ومباراة فاصلة. تقول إيه؟ بالتحديد يا كابتن خالد، يمكن أمر مهم جدا وقرار موفق من كابتن سيد عبد الحفيظ، أكيد بالتنسيق مع الجهاز الفني بالكامل، لأن المرحلة محتاجة تركيز. يعني أكيد لما يكون في غلقة للتدريبات يكون في تدريب فقط لقناة النادي الأهلي والقناة الرسمية والمنوط بها، بجانب طبعا المركز الإعلامي للنادي الأهلي. ده أمر مهم جدا لأن مرحلة مهمة ومرحلة فيها صعوبات كثيرة جدا محتاجة تركيز من اللاعبين. قناه الاهلي والمركز الاعلامي عامل مساعد اكيد للجهاز الفني، ان هي تساعد ان هي يبقى في خلق للتدريب ونلتزم بالتعليمات، لكن اكيد طبعا تعليمات الجهاز الفني ان قناه الاهلي تكون متواجده، المركز الاعلامي فقط لا غير، يكونوا متواجدين لتغطيه التدريبات خلال المرحله القادمه. قرار جيد وموفق وان شاء الله يساعد لاعبتنا، يساعد الجهاز الفني لفرض مزيد من التركيز خلال المرحله القادمه. زميلة عزيز كريم احمد من ملعب استاد التتش، بالاشكر شكرا جزيلا على القاء الضوء على تدريبات النادي الاهلي النهارده واستعداد